الارض على طريق الاسفلت اهي اهي، بينها وبين الاسفلت مصرف صرف ما فيهوش ميه خالص، وبينها حد تاني مصرف برضك صرف، ودي جار اهو، ودي المخازن دي اللي في اخرها، المخازن دي تبع الارض الفيلا دي فيه. بص حاج محمد، هي حرف ال كده بس، هي ماسكه الوجهه بتاع الطريق بحالها يعني. دي السدانة دي الجار، السدانة دي الجار اهو، الحاد هنا اهي، وبعدين واخده حرف ال اللي بقى طالعه فين؟ طالعه ماسكه مشروع زايد بحاله، ارض على مشروع زايد بحاله. الردي خد شوية الأرض وصلحهم، جاب العالي في الواطي شوية أرض رملة، بسم الله ما شاء الله. بتنزلها غلة وشايفها فاضية، يعمل غلة.